أعزائي طلاب الصف السادس الابتدائي بمدرسة الأندلس للبنين، أهلا ومرحبا بكم مع استكمال الوحدة الخامسة بعنوان قوى التأثير عن بعد. اليوم بإذن الله أول دروس الباقة الرابعة، وفي نهاية الباقة الثالثة وفي بداية هذا الدرس كنا تكلمنا عن المقصود بالقوة، وذكرنا أنها مؤثر يغير شكل أو حركة الجسم، والقوة نوعان دفع وسحب. اليوم بإذن الله الهدف أن نميز قوى التأثير عن بعد. طبعا الدفع والسحب كانت ضمن قوى التلامس التي درسناها في بداية الدرس. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن القوى التي تؤثر على الأجسام دون أن تلامسها، ونسميها قوى التأثير عن بعد. ومع أول هذه القوى وهي قوة الجاذبية الأرضية، والمقصود بقوة الجاذبية الأرضية هي القوة التي تؤثر بها الأرض في الأجسام فتسحبها نحوها إلى الأسفل. طبعا من المعروف إن أي شيء إذا ترك بدون تعليق أو إذا رفع ثم ترك يسقط إلى الأسفل نحو الأرض تحت تأثير قوة الجاذبية الأرضية. الأرض تؤثر على كل الأجسام بقوة جذب. قوة الجذب هذه مقدارها يسمى بالوزن، يعني وزن أي جسم هو ناتج تأثير قوة الجاذبية الأرضية على هذا الجسم. فإذا قلنا مثلا أن وزن الطالب يساوي 60 نيوتن، ولاحظ أننا نتكلم عن الوزن بوحدة النيوتن، لأن الوزن قوة، الوزن قوة. أما الخطأ الدارج والمنتشر بين الناس بأن نقول أن وزني مثلا 60 أو 70 كيلو جرام، فهذا خطأ، لأن الكيلوجرام يستخدم لقياس الكتلة، كما سنرى في الدرس القادم إن شاء الله ما الفرق بين الكتلة والوزن. إذا قلت مثلا أن وزنك يساوي 60 نيوتن، هذا معناه أن الأرض تؤثر عليك بقوة جذب تساوي 60 نيوتن. فوزن الأجسام ما هو إلا ناتج تأثير قوة جذب الجاذبية الأرضية لهذه الأجسام. ولذلك عندما يخرج الإنسان مثلا إلى الفضاء الخارجي يصبح وزنه يساوي صفر، لأنه لا توجد جاذبية أرضية. إذن الجاذبية الأرضية مرتبطة بالوزن، والوزن مرتبط بالجاذبية الأرضية، وإذا انتفت أو اختفت الجاذبية الأرضية سيختفي معها الوزن. طبعا عندما تسقط الأشياء هذا يحدث دون تلامس مع أي شيء، تسقط تحت تأثير قوة السحب التي تخرج من الأرض أو التي تمثل الجاذبية الأرضية. فأول قوة تأثير عن بعد هي قوة الجاذبية الأرضية، وهي تؤثر في الأجسام دون أن تلامسها. القوة الثانية هي القوة المغناطيسية. طبعا معروف المغناطيس، وسبق لك دراسة المغناطيسات بالتفصيل في الصف الثالث. المغناطيس هو جسم له القدرة على جذب بعض المواد، والمواد التي تنجذب نحو المغناطيس نسميها المواد المغناطيسية، مثل الحديد والنيكل والكوبالت. يتكون كل مغناطيس كما تعلم من قطب شمالي وقطب جنوبي. القطب الشمالي يرمز له بالحرف N واللون الأحمر، القطب الجنوبي يرمز له بالحرف S واللون الأزرق. وتنص قاعدة تجاذب وتنافر الأقطاب أو قواعد القوى المغناطيسية على أن الأقطاب المتشابهة إذا اقتربت من بعضها فإنها تتنافر، أما الأقطاب المختلفة إذا اقتربت من بعضها فإنها تتجاذب. يعني إذا قربت قطب شمالي مع قطب جنوبي يحدث تجاذب، أما إذا اقترب شمالي من شمالي أو جنوبي من جنوبي يحدث تنافر. القوة المغناطيسية هنا ممثلة أمامك في المجال المغناطيسي. في الصورة اللي في الأعلى مغناطيس بيترش
تم رش برادة حديد عليه فانتظمت برادة الحديد وترصت في هيئة خطوط تمثل الخطوط المرسومة في الصورة السفلية واللي بتدل على المنطقة التي تظهر فيها القوة المغناطيسية واللي بنسميها المجال المغناطيسي، تمام؟ بحيث ان مثلا لو انت وضعت دبوس من الحديد داخل المنطقة اللي اترسمت فيها الخطوط ينجذب اوتوماتيكي نحو المغناطيس، وهذه قوة سحب عن بعد، بيقدر المغناطيس ان هو يسحب الجسم عن بعد، لذلك القوة المغناطيسية من قوة التأثير عن بعد. القوة الثالثة هي قوة الكهرباء الساكنة، وقوة الكهرباء الساكنة هي قوة تعتمد على التجاذب والتنافر بين الشحنات وبعضها البعض. الشحنات الكهربية نوعين يا شباب، شحنة موجبة وشحنة سالبة، زي ما انت درست في الصف الخامس في درس الدوائر الكهربية، كان عندك في طرفين البطارية طرف موجب وطرف سالب. الشحنات بتتجاذب وتتنافر مع بعضها بنفس طريقة المغناطيس، بمعنى إذا اقتربت شحنة موجبة من شحنة موجبة تتنافر، شحنة سالبة من شحنة سالبة تتنافر، أما إذا اقتربت شحنة سالبة من شحنة موجبة فيحدث تجاذب. الصورة التي أمامك تمثل مشط بلاستيكي متعلق عليه قطعة صغيرة من الورق، تمام؟ يعني أنت مثلا بعد ما تنتهي من تصفيف شعرك، لو في أمامك قطعة صغيرة جدا من الورق وضعت عليها الفرشاة أو المشط، بتجد إنها بتنجذب إلى أسنان الفرشاة أو المشط. السبب في ذلك إن مادة المشط أو الفرشاة بتكون من البلاستيك. البلاستيك بعد ما بيتم تدليكه في الشعر في وقت اللي هو التمشيط مثلا، ده بيؤدي إن البلاستيك بيتكون عليه شحنات سالبة، تمام؟ الشحنات السالبة هذه بتنجذب نحو الشحنات الموجبة الموجودة على الورق، فبتحس بالظبط ان المشط بيعمل عمل المغناطيس والاوراق بتعمل عمل الدبابيس المعدنية، تمام؟ لكن المختلف هنا ان هذه قوة الجذب بتاعت الكهرباء الساكنة هذه ليست دائمة مثل المغناطيس وليست بقوة المغناطيس، فهذه ايضا قوة من قوة التأثير عن بعد. إذن الكهرباء الساكنة بنقابلها يا شباب لما مثلا تحس بلسعة من مقبض حديدي وانت بتفتح الباب، او عربة التسوق تحس انها بتكهربك، او لما السلم الكهربائي اذا لمست الجانب بتاعه بتحس بشحنة كهربية، او انت بتلبس ثوبك اللي لسه تم كيه، تمام؟ ممكن تحس برضو بشرر كهربي خفيف، او تسمع صوت طقطقة. كل دي علامات على وجود شحنات كهربية ساكنة، لكن اكبر مثال على الشحنات الساكنة طبعا هو ظاهرة البرق، واللي هي عبارة عن تفريغ للشحنات الساكنة الموجودة بين السحب المحملة بشحنات كهربية، تمام؟ آخر نقطة في الدرس شكل لتمثيل القوى المؤثرة على بعض الأجسام، واللي بيقول لك إن ممكن الجسم يتأثر بقوة تأثير عن بعد وقوة تلامس في نفس الوقت. يعني عندنا مثلا الباص هنا بيؤثر إلى الخلف قوة المقاومة، قوة مقاومة الهواء واللي هي نوع من أنواع الاحتكاك، ودي طبعا قوة تلامس. في نفس الوقت بيتأثر نحو الأسفل بقوة الجاذبية الأرضية وهي قوة تأثير عن بعد، وإلى الأمام طبعا قوة دفع المحرك. ولاحظ دايما المقاومة أو الاحتكاك بيكون عكس اتجاه الحركة. كذلك الطائرة نفس الثلاث قوى، الدفع والجاذبية والمقاومة أو الاحتكاك، ولكن مع الطائرات أو مع أي جسم بيطير في الهواء لابد بيكون فيه قوة دفع الهواء للأعلى، علشان دي من أهم القوى اللي بتساهم في استمرار الجسم في الطيران. نأتي إلى الأسئلة الخاصة بالدرس. المقصود بقوة الجاذبية الأرضية قوة تأثير عن بعد تجذب الأشياء نحو الأرض. اذكر القوة التي تؤثر في الأجسام ثم صنفها إلى قوة تلامس وقوة تأثير عن بعد. حركة الأشجار
قوة دفع الرياح. صبي يدفع عربة، هذه قوة دفع. مغناطيس يجذب دبابيس، القوة المغناطيسية. طبعا قوة دفع الرياح وقوة حركة الأشجار اللي هي قوة دفع الرياح، أو صبي يدفع عربة اللي هي قوة الدفع، دي قوة التلامس. والقوة المغناطيسية هي قوة التأثير عن بعد الوحيدة الموجودة في الثلاث أمثلة. السؤال التالي: حدد القوة المؤثرة في الدراجة ثم بين أيها تؤثر عن بعد. طبعا دراجة بتأثر على الطريق، عندي قوة دفع للأمام من القدم مع قوة مقاومة الهواء اللي هي الاحتكاك، طبعا مع في عندي برضو تلامس بين التاير وبين الأرض، ده برضو قوة احتكاك أو تلامس، وقوة الجاذبية بتؤثر للأسفل، وهذه تأثير عن بعد. طيب عندما تسحب حقيبة كتبك على الطاولة عن طريق خيط تربطه بها، هل تعد هذه قوة تأثير عن بعد؟ طبعا الإجابة لا، لأن التأثير عن بعد لا يوجد به تلامس. لو أنت قدرت تحرك الحقيبة على الطاولة بدون الخيط يبقى ده قوة تأثير عن بعد، ده طبعا لو قدرت. كيف يمكنك أن تجعل المغناطيس يؤثر في قارب ورقي بقوة دفع؟ سهل جدا، إن أنا أثبت مغناطيس على القارب، وعن طريق التنافر مع المغناطيس الأول يبدأ القارب يتحرك مبتعدا عن المغناطيس بقوة التنافر. ممكن برضو أثبت المغناطيس على سيارة وبالمغناطيس الأول أعمل قوة تنافر، فتبدأ السيارة إنها تتحرك، كل ما تقرب المغناطيس اللي في يدك تبدأ السيارة أو القارب تبتعد تحت تأثير قوة التنافر. كيف يمكن لقوتين إحداهما تلامس والأخرى تأثير عن بعد أن تؤثر معا في أرجوحة؟ ده بالطبع بيكون بمقاومة الهواء والجاذبية الأرضية. إذن في النهاية عندي قوة تأثير عن بعد ثلاث قوى، هي قوة الجاذبية الأرضية، القوة المغناطيسية، قوة الكهرباء الساكنة. ممكن يجيني سؤال مقالي مثلا في الامتحان اكتب ما تعرفه أو اكتب ثلاث أمثلة لقوة تأثير عن بعد، أمامي الثلاث أمثلة: قوة الجاذبية الأرضية، القوة المغناطيسية، وقوة الكهرباء الساكنة. وفي النهاية أشكركم على الانتباه، وإن شاء الله في الفيديو القادم حل لأسئلة شاملة على هذا الدرس. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.